عليكم جميعا، وزي ما وعدتكم ازيكم عاملين ايه؟ الاول وحشتوني كتير كتير. النهارده بقى الفيديو اللي انا وعدكم بيه اللي هو ازاي نعمل شتله. احنا استخلصنا مع بعض البذور ووريت لكم ازاي نستخلص البذور، ودلوقتي هنعمل الشتله مع بعض اللي هي لما بتكبر شويه بننقلها في وعاء كبير عشان تبدا مع التربه الام تمتزج وتطلع الزرع. طيب اي بذره في الدنيا او اي شتله في الدنيا ازاي بنعملها؟ اول حاجه انا عندي دي تربه اهي، تربه مخلوط عليها كومبوست. التربه دي رمليه كمان، يعني رمليه على يعني تربه رمليه على طينيه، وانا خلطه عليها كومبوست اللي انا بعملاه في البيت. عايزين تشتروا من عند المشتل ماشي اشتروا، لكن انا بعمله في البيت وحاطه هنا في قشر بيض طحناه، وحاطه في هنا اوراق شجر اللي بتقع في الشارع عشان احنا دلوقتي في الخريف، بلمها وباخدها بجمعها يعني من الجنينه وباخدها، او لو انا مثلا عندي قشور من المطبخ بسيبها كده تنشف، قشر بطاطس، قشر موز بقطعها بس صغير وبخلطها، اي قشور فواكه وبخلطها وبحط اللي انا بحتاجهم في المرحلة دي اللي هو الكومبوست الطبيعي للايه عشان للشتلة. انا لسه ما حطيتش اي نوع تاني من يعني ما حطيتش هنا لا ملح انجليزي مغنيسيوم ولا بوتاسيوم ولا حطيت حاجة. الشتلة بس يدوبك اللي هي الحاجات الطبيعية، هو لو انتوا الكاميرا جايباها اهي شايفينها معايا، اهي دي اوراق الشجر والقشر البيض والحاجات دي كلها مع بعض وقشور الفواكه والخضار. طب يلا بقى نزرع الشتلة. اول حاجة هنملى كده الشتلة، بتبقى في حاجة صغيرة وطبعا بتبقى مخرومة من تحت، لازم تكون كوبايات البلاستيك دي بتتباع عند المشاتل للزراعة. اهي بصوا هما خرمينها من تحت، لو مش مخرومة اهي اخرموها انتوا ايه من تحت اهي. والتربة خلي بالكوا، تربة الشتلة لا مبلبلة ولا واخدة مية ولا حاجة، هي الاول تبقى تربة كده يعني جافة لسه، يعني لا مسقية ولا فيها حاجة. اهي بصوا عاملة ازاي، عاملة زي الرملة اهي، هي اصلا كمان تربه رمليه، دخلت تربه رمليه اهي اهي. خلاص يلا بينا بقى كده اهو، هنحط بقى دلوقتي هنملى الكوبايه بتاعتنا اللي بتاعت الشتله كده. نفتح بقى العلبه اللي احنا خدناها من ساره، ما كانتش ساره راضيه تديها لنا خالص، اللي هي بتاعت السبرايز ايك، شوكولات سبرايز ايك بتاعتها. انا محوشه فيها البذور دي، بذور فلفل اهي جافه، قلت لكم اللي انا وريتها لكم ازاي في الفيديو اهي. هاخدها بقى وهنبدا نزرع. هنحط كام واحده بقى؟ انا دلوقتي اهي البذور اهي، دلوقتي دي عايز اخد البذور اللي هي الصحيه السمراء، ساعات بيبقى يطلع الفلفل السمراء اللي بيبقى لونها مسمره دي، لا ما تاخدوهاش دي مش صحيه. احنا هناخد اهي اللي هي بتبقى تخينه كده شويه، سمكها تخين شويه، هي دي اللي بتبقى الصحيه والكويسه. هناخدها اهو وهنبدا ننزلها في الشتله بتاعتنا اهي، اهي نحطها اهي اهي. وانا قبل كده لما زرعت معاكم حطيت 3 في زرعه الفلفل، لان كانت شكل البذور مش صحي قوي، فما كنتش متاكده ايه اللي هيطلع، وكنت ودي برده كان فيها 3، دي طلعت لي هي واحده. فلو انت او حضراتكم حاسين ان شكل البذور انت مش عارف ايه الصحيه مش الصحيه، ممكن تحط 2 أو 3 مفيش مشكله، بس لما تطلع بقى اكتر من واحده المفروض بقى ايه تقطعها. فلازم تقطعها بقى، لان احنا الشتله المفروض بتبقى بذره واحده بس، هي دي تكنيك الزراعه. فلو طلعت حطينا 3 وطلعوا 3، فلا هتشيل اللي هتقطع 2 وهتسيب واحده، لازم كده تسيبها بقى هي اللي تكبر، لان دي اللي هننقلها في التربه الكبيره الام اللي هتطلع منها. فانا هنا دي انا متاكده من دي بذور صح، يعني صحيه وكويسه، احط واحده بس عشان ما فيش داعي يعني افضل اقطع في النبته لما تطلع اهي. ادي البذره، لكن طبعا لو عايزين اكتر من بذره فطبعا في شتله بقى تبقى اكبر من دي شويه، ولو طلعت الاكتر من بذره طالعه كويسه اهي زي دي وطالعه وكده، لا ما نقطعهمش طبعا، بننقلهم بحرص طبعا في التربه الام، وما فيش مشكله مش لازم نقطعهم. لكن انا من الاول انا عشان دي انا مجربه الشتلات الصغيره، هعمل في دي واحط بذره، هزرع في دي واحط بذره واحده بس. البذره هي حطيتها، بصوا بقى الناس المعتقد الخاطئ
انا حطيت البذره اهو شوفوا، وما ضغطتش عليها، انا ما ضغطتش عليها، انا رميتها كده في التربه، هرش عليها رش التربه، لان الناس بتفتكر حدفين ده كله بالتربه. لا بصي اتفضل نرش، نرش بقى كده التربه اهو، هرش رشه ايه، رشه إيه؟ تربه كده بالشكل ده كده اهو، رشه من التربه وبعدها تاني، مش خلاص خلصت حفنه كده في ايديا كده اهو، هوريها لكم عشان انا بزعل قوي لما حد بيقول لي الزرع ما طلعش معايا اهو، حفنه حفنه هنا، ادي دي ادي ايدي دي كده، وارش عليه. احنا طبعا خلاص رشينا، خلاص دلوقتي بقى هنسقيها اهو. بص انا بسقي بايه، زي قطاره او اللي هو الرشاش، رشاش بخاخه ميه عشان ما كبش الميه كده مره واحده البذره تخطف تحت ما تطلعش. دي كانت بتاعت صبغه قديمه اللي هما بيصبغوا شعرهم، بنقط بيها كده، او رشاش، رشاشه اللي هي اللي اي رشاشه بتتباع دلوقتي عند اي سوبر ماركت. خلاص ومش هحط ميه كتير، انا مش هحط ميه كتير، الميه كتير بتخنق الزرع، انا هعمل كده بصباعي خلاص خلاص، عشان لا تعملي بقى فوق التربه وتتحول لمد او وحل وتبقى الدنيا باظت والزرعه بقى ما تطلعليش شتا لو نزعل. فلا انا بقول لكم الملحوظات دي، مش هسقيها بميه كتير، بعمل كده بصباعي ده خلاص بقت مترطبه يبقى خلاص. ولكن لو لمستها كده ولقيتها لا دي ناشفه، لا يبقى احط تاني ايه قطرات من الميه. تمام، هنحطها بقى في مكان دافي، اقصد يعني مكان نور ربنا بيشوف الشمس، لكن مش الشمس الحاميه قوي. لو في حاله حبايبنا في الخليج الدنيا نار وشمس رهيبه، خلاص حطوها تحت الشباك ده بس، بيخشوا بيزوروا نور ربنا بس، هتطلع ما فيش اي مشكله باذن واحد احد. وهو ادي دي طلعت معايا اهي، اهي بيبقى شكلها كده، ادي الشتله مفيش اي مشكله، العمليه مش مضلعه، سهله جدا. ان شاء الله استنوني في فيديو، هعمل فيديو تاني سماد البسيط، علشان كله بقى كده انا قلنا نتعلم مع بعض الف ب زراعه، هنعمل السماد البسيط عشان اللي انتوا شفتوه معايا ده شويه ممكن ناس ما تعرفش تعمله، عشان تقول هنخزن فين ومش عارفه وايه وده كبير. انا هعمل لكم حاجات بسيطه، سماد بسيط، وبرضه بيغذي التربه وبيطلع الزرعه باذن الله. وان شاء الله يا رب اشوفكم على خير في فيديو جديد، في حفظ الله، مع السلامه.